نشكر هذا الجمهور اللي جا ساندنا اليوم، وكنبغي نشكر اللعابه اللي كانوا رجال في التيران. هذا الفوز غادي يزيد يحفزنا باننا نزيدوا نقولوا الكلمه ديالنا في باقي المقابلات، وان شاء الله غادي نفرحوا هذه الجماهير، وكما كنقولوا فريق الجيش الملكي ان شاء الله بهاد المدربين وبهاد اللعابه غادي ترجع للسكه الصحيحه ديالها. الحمد لله، كنشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموا بعد سلسله اللي سلبيه. الحمد لله، كنشكر جميع اللاعبين، كنا ضروري باش نخرجوا من هذه الوضعيه هذه. الحمد لله، بعد الرجوع ديال الجماهير اللي رجعت الروح زعما الكره القدم وكل شيء، زعما البليزير ديال الكره راه هو الجماهير. وكنشكر الجماهير ديالنا اللي حفزتنا بزاف، ونتمنوا ان شاء الله نقدموا لهم احسن ما كاين، ونهديوا لهم كاس العرج ان شاء الله، واللي ما لا البطوله باقي فيها ان شاء الله. ان شاء الله راه كل شيء نخصو باعيو، فالحمد لله اليوم كان واحد سبيكتاكل بالنسبه للجمهور، فتنشكرهم على هذا الحضور ديالهم، وتنقول لهم شكرا بزاف من اعماق القلب، وزيدوا حتى زيدوا اجيو التيران، حنا محتاجينكم بزاف ومحتاجينكم بزاف، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله. وقال ديما بعيو وبعيو ديما عسكر بعيو عسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. فبالنسبه للمباراه فكيف شفتوا كانت نيد للنيد، فتنبغي نشكر فريق الجديد اللي قدم واحد المباراه اللي هي كبيره، فالحمد لله فريق العسكري جاي ايطاب باغ ايطاب. تنبغي نشكر هاد الجماهير اللي حجوا بكثره، تنبغي نقول لهم مسامحه على لي ماتش اللي فاتوا، فنقول لهم يزيدوا يساندونا ويزيدوا يدعمونا، حنا بلا بهم ما تنسوا والو، ان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا في البطوله ان شاء الله. الحمد لله على هذا الانتصار اللي كنا جايين عازمين باش نحقوه، الحمد لله تاتى لينا. احسن سيناريو كنا كنتظروا ونسجلوا في الدقائق الاولى، الحمد لله داكشي اللي تاتى لينا. كنبغي نشكر الدراري صحابي على القتاليه اللي برهنوا عليها اليوم، وبينا الشخصيه ديال الفريق. تنقول لك كنت باش تهضر على جمهور فريق الجيش الملكي، خاصك بزاف. كنبغي نشكرهم بزاف، لولاهم اليوم كانت تكون النتيجه، حيت حسينا بهم دفعونا في المقابله وعاونونا بزاف. كنبغي نشكرهم وكنبغي نعتذر لهم على النتائج اللي كانت سلبيه، وكنوعدهم لهنا القدام ان شاء الله يكون غير الخير، والحمد لله على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كنشكر الجمهور اللي جا بكثره، الحمد لله عاوننا على هذه المقابله اللي كانت قويه، كان خصنا نربحوا ضروري، كان خصنا 3 نقاط. الحمد لله تاتى لينا الانتصار، قدرنا نسجلوا في الشوط الاول هدفين، ورغم انه تسجل علينا ما هبطناش يدينا، الحمد لله درنا اللي في جهدنا وانتصرنا في المقابله. كنشكر الجماهير اللي جات بكثره وعاونتنا بزاف على الانتصار، كنشكر الدراري، الحمد لله كنا رجال في المقابله، والحمد والشكر لله على الانتصارات.